السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصف الثالث الابتدائي، اللغة العربية، المحور الأول، من أكون. يلا بينا مع بعض يا سنة تالتة نشوف هندرس ايه النهاردة. هندرس الموضوع الثالث بعنوان روحي الرياضية. يلا بينا مع بعض للقصة الجميلة بتاعتنا، قصة أنا قوي. يلا اقرأ كده معايا قصة جميلة. أخي أنس معروف بحبه الشديد للرياضة، فهو يمارس الرياضة منذ الصغر ويشجع الجميع عليها، زي ما احنا شايفين كده سنة تالتة. ان طبعا واحد بيتكلم طبعا عن أخوه اسمه ايه؟ أنس. وكان أنس دوت بيحب ايه؟ بيحب الرياضة، وكان بيمارس الرياضة امتى؟ منذ الصغر، يعني من وهو صغير. وكان بيشجع ايه؟ يشجع الجميع عليها، يعني كان بيشجع كمان أصدقائه وزملائه ان هم يلعبوا ايه؟ يلعبوا رياضة. لاحظ أنس عدم انتظام زملائه بالفصل في الذهاب إلى التمرين، وأنهم لا يقدرون أهمية ممارسة الرياضة. جه أنس كده في يوم من الأيام لاحظ أن زملائه في الفصل طبعا ما بيروحوش التمرين بانتظام، وأنهم مش مهتمين جدا بإيه؟ بالرياضة. وانتوا عارفين يا سنة تالتة أن الرياضة دي مهمة جدا في بناء الجسم وتقوية العضلات، ومفيدة جدا للصحة عموما وانتظام الدورة الدموية. يلا بينا مع بعض نشوف إيه اللي حصل معايا بعد كده. فقال لي: أريد طريقة تساعد زملائي بالفصل في معرفة أهمية ممارسة الرياضة للحصول على جسم صحي. طبعا أنس كان عارف أهمية الرياضة، وكان عايز كل زملائه ان هم يتشجعوا ويروحوا يمارسوا الرياضة زي ما هو عارف، لأنه عارف أهمية الرياضة. وطبعا احنا عارفين ان العقل السليم في الجسم السليم، والرياضة مهمة جدا لصحة الإنسان. وأن تقوم كل مجموعة باختيار رياضات ما والبحث عن أهميتها. كل مجموعة من التلاميذ في الفصل يختاروا رياضة معينة يمارسوها ويحبوها، وإن هم يبحثوا عن أهمية هذه الرياضة لصحة الإنسان. يلا بينا مع بعض نشوف إيه اللي حصل. أعجبته الفكرة وقال لي: سأجتمع غدا مع زملائي لمناقشة الفكرة وتقسيم المجموعات. طبعا الفكرة طبعا أعجبته جدا، وإحنا مش عيب يا سنة تالتة اللي إحنا طبعا ما يبقى عندنا أفكار نقولها طبعا لأصدقائنا ونرشدهم ليها، لأن طبعا ده بيساعدنا كلنا وبيخلي فيه طبعا روح إيه؟ روح التعاون ما بيننا. تحمس زملاء أنس وبدأت كل مجموعة في جمع المعلومات. اكتشف الطلاب حقائق عن أهمية الرياضة. أيوة طبعا، يبقى زي ما احنا بلغنا وزي ما احنا قلنا ان الرياضة دي ليها طبعا أهمية كبيرة في تخليك اللي انت قوي، وفي بناء شخصية، وفي بناء قوة لجسمك طبعا، وفي بناء الجسم، وطبعا مفيدة جدا لجميع أجهزة الجسم. يبقى احنا كلنا لازم نمارس الرياضة سنة تالتة عشان تبقى صحتنا ايه؟ نتمتع بصحة جيدة. وبعد انتهاء العمل تم وضع المجلة على الحائط، واجتمع الطلاب لقراءتها. عملوا كل واحد قام باختيار رياضات ما وبحث عن أهميتها وعملوها. وبعد ما انتهوا العمل ده تم وضع المجلة على الحائط، وكل الطلاب اجتمعوا لقراءتها ليعرفوا فوائد الرياضة وفوائد كل رياضة في بناء الجسم. وبعد فترة لاحظ أنس التزام بعض زملائه بحضور التمرينات الرياضية. طبعا العمل اللي عمله أنس ده عمل جميل جدا، وشجع زملائه ان هم يمارسوا الرياضة بعد ما كانوا هم مهملين في ممارسة الرياضة. طبعا احنا عارفين ان الرياضة مهمة جدا لصحة الانسان. وبعد ما انتهوا من العمل ده وعلقوا المجلة على الحائط، طبعا هو لاحظ ان بعض زملائه حضروا تمرينات رياضية. يبقى ده كان فيه فائدة، المجلة دي كانت مفيدة جدا لبعض الطلاب ان هم التزموا بحضور التمرينات الرياضية. يلا بينا مع بعض من خلال مناقشتنا طبعا الفيديو، من خلال مناقشتنا للقصة بتاعتنا الجميلة وفهمنا ليها. يلا بينا للكلمة والمعنى. يلا، الكلمة قوي. قوي يعني ايه؟ يعني شديد. قوي يعني ايه؟ يعني شديد. طب يلا بينا كده، يمارس معناها ايه يا ترى؟ يمارس معناها يزاول او يلعب، يعني يمارس الرياضة يعني يزاول الرياضة. برافو. انتظام، يا ترى انتظام معناها ايه؟ استمرار. طيب يقدرون، يعرفون. تحمس، تشجع. تساعد، تعين.
برافو عليك. يلا بينا للجدول اللي وراه. يا ترى جدول ايه يا ميس؟ جدول الكلمه والمضاد، واحنا عارفين المضاد يعني ايه؟ يعني العكس. قوي يا ترى عكسها ايه يا سنه ثالثه؟ قوي عكسها ضعيف. طب انتظام يا ترى عكسها ايه؟ انقطاع. فوائد عكسها ايه يا ترى؟ اضرار. طب تشجع عكسها؟ تحبط. تقسيم. تجميع. حقائق. خيالات. يلا بينا مع بعض للجدول الآخر، وهو جدول الكلمة والجمع. يلا عايزين جمع طريقة. طرق. الرياضة. الرياضات. فترة. فترات. رأي. آراء. الفكرة. الفكرة، الفكر أو الأفكار. حائط. حائط جمعها حوائط. يلا بينا مع بعض للجدول الآخر، وهو الكلمة والمفرد. يلا بينا، أنا عندي الكلمة هنا جمع، زملاء دي جمع، أنا عايزة المفرد بتاعها يا ترى إيه؟ زميل. طب مجموعات يا ترى مفردها إيه؟ مفرد مجموعات مجموعة. طب فوائد يا سنة تالتة؟ فائدة. حقائق. مفرد حقائق حقيقة. طيب المعلومات؟ المعلومة. برافو عليك. وبكده يبقى احنا عرفنا طبعا كل الجداول اللي عندي، والكلمة والمضاد، والكلمة والمعنى، والكلمة والجمع، والكلمة والمفرد. يلا بينا مع بعض في سؤال أجب. ركز معايا كده في القصة اللي احنا لسه قايلينها، وتعالى يلا بينا مع بعض نحل أول سؤال. بما يعرف أنس؟ ها أنس ده يا ترى احنا عرفنا انه هو ايه يا ترى؟ من خلال فهمنا للقصة سنة تالتة عرفنا ان أنس يعرف بحبه الشديد للرياضة. طيب السؤال التاني بيقول لي فيما فكر أنس؟ ايه الفكرة اللي خطرت على بال أنس وحاول اللي هو يعملها ويشجع زملائه عليها؟ أنس فكر في طريقة يساعد بها زملائي في معرفة أهمية ممارسة الرياضة. طيب السؤال الثالث، ما الفكرة التي أعجب بها أنس؟ يا ترى إيه هي الفكرة يا سنة تالتة اللي أنس حبها وأعجب بها؟ عمل مجلة حائط مدرسية للتعريف بأنواع الرياضات وأهميتها. برافو عليك. يلا بينا السؤال الرابع، ما أهمية مجلة الحائط؟ يتعلم منها الطلاب معلومات مفيدة. طبعا احنا لاحظنا ان بعد كده طلاب حرصوا على ممارسة التمرينات الرياضية. السؤال الخامس، ماذا نتعلم من الدرس او من القصة بتاعتي؟ طبعا السؤال ده جميل جدا، بيعرفك ايه اللي انت استفدته من القصة. طبعا يا سنة تالتة احنا لازم نستفيد من كل حاجة بنقرأها، ما ينفعش اللي احنا ندرس وبعد كده ننسى، او ندرس وبعد كده ما نطبقش كل اللي احنا اتعلمناه في حياتنا. احنا اتعلمنا في الدرس ده ان لازم ممارسة الرياضة عشان تكون بصحة جيدة، يبقى معنى كده لازم اشجع عليها زملائي واخواني، وطبعا لازم ايه؟ لازم انا نفسي امارس الرياضة. يلا بينا نشوف كده اتعلمنا من الدرس ده ايه؟ اتعلمنا من الدرس ده يا سنة تالتة أهمية ممارسة الرياضة، طبعا مهمة جدا لصحة الإنسان. يلا بينا مع بعض يا سنة تالتة في السؤال الآخر، ويقول لي ادمج المقاطع لتكون كلمات. يعني ايه ادمج؟ يعني أنا عندي دلوقتي الكلمة متقطعة متقسمة، يلا بينا نحاول اللي احنا ندمجها مع بعضها. يا ترى الكلمة اللي عندي دي كلمة ايه؟ كلمة تقسيم. تقسيم الكلمة مقسمة إلى ثلاث مقاطع، طبعا القاف عليها سكون، تق سيم والسين والياء، مد وممدود، وطبعا احنا عارفين المد والممدود مع بعض في مقطع واحد، تقسيم، والميم عليها ضمة طبعا حرف متحرك لوحدها، يبقى تقسيم. يلا بينا مع بعض الكلمة الأخرى، كلمة الطلاب. الطلاب يا ترى لاحظت ايه؟ لاحظت ان الطاء نطقتها مرتين واللام برضو نطقتها مرتين، يبقى كتبنا كلمة الطلاب وحطينا شدتين، شد على الطاء وعليها ضمة، شد على اللام وعليها فتحة، على حسب حركة الحرف اللي عندي وعلى حسب نطقه. يبقى أنا دلوقتي الطاء نطقتها مرتين،
يبقى انا حطيت عليها شده وضمه، اللام نطقتها مرتين حطيت شده وفتحه، ويبقى كده احنا ادمجنا الكلمات اللي عندنا. يلا بينا السؤال الثاني، بيقول لي حلل الكلمات الى مقاطع صوتيه. احنا عارفين طبعا حل العكس ايه، ادمج. يلا بينا، عايز يحلل لي الكلمه اللي قدامي، واحنا عارفين الاغنيه اللي عندي لما يقول لي حلل. طبعا احنا عارفين يا سنه ثالثه ان الساكن والمتحرك، الساكن مع الحرف اللي قبله والمد مع الممدود والمتحرك واقف لوحده. طبعا كلمة معروف، معروف طبعا هنحلل الميم والعين مع بعض لان العين ساكنة، والراء والواو مع بعض لانهم مد وممدود، والفاء لوحدها لانها حرف متحرك. اصبح عندي كم مقطع؟ 3 مقاطع. الكلمة اللي بعد كده كلمة الرياضة، الرياضة طبعا الراء مشددة، احنا عارفين ان الحرف المشدد واحد ساكن والثاني ايه؟ متحرك. برافو عليكم. يبقى الالف والالف واللام والراء الاولانية الساكنة في مقطع واحد، والراء الاخرى المتحركة اللي عليها فتحة في مقطع ثاني، والرياء ياء والف مقطع ثالث لانهم ايه؟ مد وممدود. الرياضة ضاد عليها فتحة متحركة مقطع آخر، والتاء المربوطة مقطع لوحدها. أصبح الرياضة بتكون من كم مقطع؟ 5 مقاطع. يلا بينا مع بعض يا سنة تالتة، هات الجذر اللغوي للكلمات الآتية. هي يا ترى مع بعض، يلا بينا نشوف الكلمات اللي عندي، واحنا هنعرف نجيب الأصل بتاعها أو الإيه الجذر اللغوي لها. يلا، دراسة، مدرس، مدرسة. يا ترى الجذر اللغوي للكلمة ايه؟ هي هتبقى درسة. برافو، الفعل الماضي ليها هتبقى درسة. يلا بينا مع بعض نشوف الكلمات الاخرى ونجيب برضو الجذر اللغوي لها. مركب، ركوب، راكب. احنا الكلمات دي شبه بعضها في الحروف وعايزين نجيب الجذر اللغوي لها. طيب ايه الفعل الماضي اللي ممكن يجي مع ال3 كلمات دول؟ طبعا الفعل بتاعها ركب. ركب هو الجذر اللغوي لكلمة مركب وركوب وراكب. يلا بينا مع بعض نشوف، بيقول لي السؤال بتاعي اكتب اصل الكلمة، اكتب اصل الكلمة. يا ترى خسارة، خسارة. يا ترى اصلها ايه؟ هنجيب الفعل الماضي هتبقى خسرة. يلا بينا، رسام، رسام. يا ترى جايه من انهي مصدر ليها ومن انهي مصدر ليها؟ هتبقى رسمه، فعل ثلاثي. طيب لاعب، لاعب. يا ترى اصل الكلمه بتاعت لاعب ايه؟ لعبه. برافو عليك يا سنه ثالثه. يلا بينا مع بعض اكمل شكل فن للكلمات الاتيه. عندي كلمه نادي وكلمه مدرسه، عايزه اشوف ايه الحاجات الموجوده في النادي وايه الحاجات الموجوده في المدرسه وايه الحاجات المشتركه ما بين الاثنين. طبعا في النادي موجود لاعب وحكم، احنا عارفين ان النادي بيلعب فيه كره قدم وبيبقى فيه لاعب وحكم، والمدرسه فيها مين؟ الطالب والمعلم. طيب ايه الحاجات المشتركه ما بين الاثنين؟ ان في مدير للنادي وفي مدير للمدرسه، وان الاثنين مكان النادي بنروح نلعب فيه، مكان بنروح نلعب فيه، والمدرسه مكان بنروح نتعلم فيه. يلا بينا مع بعض للقاعده بتاعتي، مراجعه اسلوب التعجب. استخدم اسلوب التعجب. يلا بينا مع بعض كده نشوف هنستخدم اسلوب التعجب معايا ازاي. بيقول لي سرعه اللاعب، سرعه اللاعب. يا ترى انا عايزه اتعجب من سرعه اللاعب، هقول ايه؟ احنا عارفين في اسلوب التعجب لازم ابتدي بما زائد فعل التعجب زائد في الاخر علامه التعجب. يلا بينا، وطبعا المتعجب منه في الوسط. يلا بينا مع بعض كده نشوف سرعه اللاعب. ايه هي علامه التعجب اللي عندي؟ هتبقى ما، وسرعه احولها لفعل تعجب اسرع، والمتعجب منه اللي هو اللاعب. ها، وعلامه التعجب هنشوفوها مع بعض. هذا واضح كده معايا اسلوب التعجب. هنقوله ايه يا سنه ثالثه؟ ما اسرع اللاعب، وفي الاخر علامه التعجب. يلا بينا مع بعض نشوف السؤال اللي وراه، بيقول لي قبح الغش، قبح الغش.
طبعا احنا عارفين ان اسلوب التعجب زي ما ذكرنا في المثال السابق بيتكون من ما زائد فعل التعجب زائد المتعجب منه وعلامة التعجب. طيب انا عندي قبح الغش، عايزة اشوف ايه اسلوب التعجب ده، هيبقى ما اقبح الغش، ما اقبح الغش. طبعا اقبح هو الفعل من قبح، ما اقبح الغش، وما ننساش علامة التعجب. عدالة الحكم، عدالة الحكم. طبعا انا بتعجب من الفعل اللي قدامي او من الاسم اللي قدامي بحوله لفعل تعجب يا سنة تالتة. ما ينفعش ان انا اقول ما اجمل ما اقبح مع نفسي كده، لا انا بشوف الاسم اللي عندي ايه وبتعجب منه. عدالة الحكم، يا ترى هتعجب من عدالة الحكم هقول ايه؟ ما اعدل الحكم، ما اعدل الحكم، وفي الاخر علامة التعجب. يلا بينا مع بعض. بيقول لي روعة الوردة، انا عايز اتعجب من روعة الوردة. يا ترى في الاول انت عارف بحط ايه؟ بحط ما. يا ترى هقول ما ايه؟ ما اروع الوردة، ما اروع الوردة. وما ننساش يا سنة تالتة علامة التعجب لانها مهمة جدا. يلا بينا مع بعض. بيقول لي رتب لتكون اسلوب التعجب، يعني انا عندي دلوقتي كلمات مش مترتبة، عايز ارتب واكون اسلوب التعجب، ومش هينفع يا سنة تالتة اللي انا ارتب من غير ما تبقى عارف اسلوب التعجب ده بيتكون من ايه. وبالترتيب اول حاجة بيتكون اسلوب التعجب من ما زائد فعل التعجب زائد المتعجب منه زائد علامة التعجب. يبقى انا عندي اسلوب التعجب بيتكون من اربع اركان. يلا بينا مع بعض كده نحقق الاربع اركان في الكلمات اللي عندي. يلا اول حاجة هقول ايه؟ سمعك وانت بتقول لي ما اروع الربيع، وفي الاخر حطيت علامة التعجب. برافو عليك. يلا بينا مع بعض نشوف السؤال الاخر. ما انظف علامة تعجب البيت، يا ترى هرتبها ازاي؟ طبعا زي ما قلنا قبل كده، ما زائد فعل التعجب زائد المتعجب منه زائد علامة التعجب نفسها، هم اركان اسلوب التعجب. طب تعالوا نرتب كده مع بعض يا سنة تالتة، هيبقى ما انظف البيت، وفي الاخر هي علامة التعجب. السؤال اللي بعد كده، اجمل القمر، ما علامة التعجب، يا ترى هرتبها ازاي؟ زي ما قلنا برضو نفس الكلام، ما اجمل القمر، وما انساش يا سنة تالتة علامة التعجب. يلا بينا مع بعض يا سنة تالتة تشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لي اكمل باستخدام الكلمات المعطاة، اعطيني مجموعة من الكلمات ما بين القوسين. يلا بينا كده اقراها مع بعض. المرئية، المرئية، يعني ايه المرئية؟ يعني الحاجات اللي انا اقدر اشوفها. الجراثيم، الجراثيم. تالت حاجة غير المرئية، يعني ايه غير المرئية؟ الحاجات اللي انا ما اقدرش ان انا ايه اشوفها. يلا بينا مع بعض نقرأ كده اول سؤال. بيقول لي العين والاذن والانف والجلد من الاعضاء نقط في الجسم. ها يا ترى الاعضاء دي مرئية ولا الجراثيم ولا غير المرئية؟ لا طبعا العين والاذن والانف والجلد من الاعضاء المرئية في الجسم. طبعا الاعضاء دي كلها بنشوفها ونقدر نشوفها يا سنة تالتة في الجسم انسان. يلا بينا مع بعض السؤال الثاني. بيقول لي يحمينا الجلد من نقط الضارة، يا ترى الجلد ده، الجلد اللي مغطي جسمي كله، يا ترى بيحميني من ايه؟ بيحمينا من الجراثيم الضارة. برافو عليك. يلا بينا مع بعض السؤال الثالث. بيقول لي العظام، العضلات والقلب من الاعضاء نقط في الجسم، يا ترى حد بيشوف القلب بتاعه يا سنة تالتة؟ ها انت تقدر تشوف العضلات بتاعتك اللي جوه جسمك، يا ترى بنشوف العظام، يبقى هي من الاعضاء ايه يا ترى؟ طبعا من الاعضاء الغير مرئية في جسم الانسان. ودلوقتي معادنا يا سنة تالتة مع سؤال المتفوقين اللي احنا مستنيينه من اول الفيديو، وما ننساش نجاوب على السؤال ونحطه في صندوق المتفوقين في المدرسة. تعالوا نشوف سؤالنا مع بعض. بيقول ايه يا سنة تالتة؟ ما الفكرة التي اعجب بها انس؟ ما الفكرة التي اعجب بها انس؟ يا ترى ايه الفكرة اللي عجبت انس وعملها؟
مستنيين اجاباتكم. طبعا مش هقول لك على الاجابه، انت هتجاوب وهتحطها في صندوق المتفوقين في المدرسه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.